مع اقتراب فصل الشتاء وأمطاره ترتفع مخاوف أهل مدينة مورك في ريف حماة الشمالي من مشاكل خدمية أساسية وأبرزها مشاكل الصرف الصحي في المدينة وتضرر الشبكات وخروجها عن الخدمة تماما نتيجة المعارك التي شهدتها خلال السنوات الماضية وانسدادها بمخلفات الدمار والقصف. والله جينا على مورك وجايين على شتوية، يعني ما اشتغل صرف الصحي مشكلة، بدأ تغرق العالم، بدأ تطوف العالم، البيوت بدأ تطوف. هلق حاليا بيوتنا طايفة من البلاليع والصرف الصحي. بوجه كلمة للمسؤولين يعني بلكي بيساعدونا مشان الصرف الصحي، مشان المي، مشان يضبطوا لنا وضع الصرف الصحي والمي أهم شيء. ورغم عودة الحياة إلى مدينة مورك بعودة أكثر من 12 ألفا من أبنائها، إلا أن الخدمات الأساسية فيها لم تعد للعمل رغم مناشدات مجلسها المحلي للمنظمات والجهات المسؤولة، محذرين من تفاقم أزمة الصرف الصحي وتسببها بطوفان المنازل، فضلا عن دورها في نشر الأمراض والأوبئة. طالب الجهات الرسمية المسؤولة عن هذه المدينة والتي تشرف مباشرة على العمل فيها، ونطالبهم بإصلاح هذه الشبكة، وإلا سيكون الأمر مأساويا ويؤثر على الناس الموجودين بشكل مباشر وسريع، ونطلب منهم بالسرعة القصوى القيام بهذا العمل. بعد أن شهدت مدينة مورك استقرارا على الصعيد الأمني وتمركز نقطة المراقبة التركية بمحيطها، بدأت الفعاليات الثورية في المدينة بتشجيع أهلها على العودة إلى مدينتهم، إلا أن مقومات الحياة والخدمات تبقى عائقا بوجههم. مع عودة الحياة إلى مدينة مورك بعودة أبنائها بعد نزوح استمر لأكثر من 5 سنوات، إلا أنهم اصطدموا بواقع انعدام الخدمات وأهمها الصرف الصحي، هذه الشبكة المدمرة والتي بحاجة إلى إصلاحها، لا سيما أن فصل الشتاء بات على الأبواب. فراس كرم، أورينت نيوز، ريف حماة.